التعليم المفتوح يغير العالم. خلال معظم التاريخ البشري كان التعليم كقلعة مصورة حكراً على فئة قليلة تحظى بامتيازات اجتماعية. وفي القرن الخامس عشر عارض البعض الصحافة المطبوعة، وفي القرن التاسع عشر رفض بعض الأكاديميين فكرة توفير التعليم الابتدائي للجميع. وحتى يومنا هذا يستمر الصراع من أجل جودة التعليم. إن الموارد التعليمية المفتوحة هي مواد تعليمية مجانية يمكن تعديلها وملائمتها حسب الحاجة الشخصية. تمثل إتاحة الموارد التعليمية المفتوحة استمراراً للتوجه نحو توفير التعليم للجميع. وبوجود الموارد التعليمية المفتوحة أصبح توفير التعليم للجميع ممكناً فعلياً لأول مرة. فلننظر إلى قصة فامي على سبيل المثال. إنها فتاة في 17 من عمرها وتعيش في مدينة كبيرة في نيجيريا، وكانت تحلم أن تصبح مهندسة، إلا أن الأماكن المتاحة في الجامعة قليلة وأسرتها غير قادرة على توفير مصاريف الدراسة. وهكذا بالاستعانة ببعض المال الذي ادخرته فيمي من عملها تقضي بعض الوقت في أحد مقاهي الإنترنت المحلية. ومن هناك تدخل فيمي على موقع معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا وتبدأ في أخذ دورات في الهندسة الكيميائية. تبدأ فيمي دراستها بقضاء بضع ساعات على الإنترنت كل أسبوع لمطالعة المحاضرات المصورة بالفيديو والمذكرات الدراسية وغيرها من المواد التعليمية. يكلف الحصول على شهادة الهندسة الكهربائية من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا نحو 200,000 دولار، لكن من خلال أدوات الدورات المفتوحة وقدر كبير من الإصرار والتحفيز الذاتي قررت فيمي أن تتعلم. وعندما يكون لدى فيمي بعض الأسئلة بخصوص المواد الدراسية فإنها تدخل على موقع كاريكي، حيث تجد آلاف مقاطع الفيديو والمذكرات الدراسية الإضافية التي يعدها خبراء. علاوة على ذلك، نظراً لأن معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا يستخدم الترخيص المفتوح، فقد ترجم كثير من الأشخاص تلك المواد إلى لغات مختلفة. وبهذا تجد فيمي المذكرات الدراسية بلغتها المحلية معدلة بشروح إضافية. وعلى مدار السنة تكتشف فيمي أنه يوجد أشخاص آخرون يفعلون ما تفعله بالضبط، فتنضم إلى إحدى مجموعات الدراسة في جامعة بير تو بير القائمة على التعلم عن طريق الأقران، ويصير لديها زملاء دراسة وأصدقاء من جميع أنحاء العالم كالصين والمكسيك، بل حتى من مواطنيها النيجيريين. تأمل فيمي أن تستخدم ما تعلمته في الحصول على وظيفة أفضل، وربما تحصل على شهادة دراسية يوماً ما أو حتى مؤهل جامعي. منذ 10 سنوات كانت قصة فيمي ستبدو مستحيلة، أما اليوم وبفضل الموارد التعليمية المفتوحة فإننا نبني عالماً أكثر مساواة وترابطاً. يقول نيلسون مانديلا: التعليم أقوى سلاح يمكن أن تستخدمه لتغيير العالم.